في ظل اهتمام الدولة المصرية بخلق لغة حوار عالمية لمواجهة التحديات الراهنة واحتضانها للعديد من منصات الحوار الإقليمية والدولية، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن اختيار مصر لتنظيم الدورة 12 من المنتدى الحضري العالمي 2024 يعبر عن ثقة الأمم المتحدة في جهود القيادة السياسية خلال الفترة السابقة. وأضاف شعراوي عقب مشاركته في الدورة 11 للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في بولندا أن تنظيم مصر للدورة المقبلة يرسخ لدور القاهرة المحوري على المستويين الإقليمي والدولي. We'll be right back.